الزملاء حقيقة طبعا أيضا في أرض الميدان زياد العصيم بندر الشويعر عملوا قراءة خاصة لملعب المباراة، نشاهد. مسرح اللقاء المرتقب بين المنتخبين الاندونيسي والسعودي. بونغ كارنو ملعب يقع في قلب العاصمة الاندونيسية جاكرتا. بدأ بناء هذا الملعب الضخم عام 1960 وافتتح في الوقت المناسب في 21 من يوليو عام 1962 حيث استضاف دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا. المدرجات مقسمة إلى 24 قطاعاً و12 مدخلاً، ويتميز هذا الاستاد بسقفه ذو البناء الضخم الذي يشكل حلقة عملاقة. وتم تخفيض القدرة الاستيعابية لمدرجات الملعب الأصلي من 100,800 مقعد إلى 88,000 مقعد نتيجة لأعمال التجديد لنهائيات كأس آسيا 2007. وسبق للمنتخبين الاندونيسي والسعودي ان التقيا على الملعب ذاته في 14 من يوليو عام 2007 في نهائيات كأس أمم آسيا، وفاز المنتخب السعودي آنذاك بهدفين مقابل هدف.